إذا حسيت بألم مفاجئ في منطقة الصدر منطقة للفك أو للأطراف العلوية، سوف هي كلها مؤشرات نوبة قلبية حادة، ومن الضروري تعرف كيف تتعامل معها مسبقا، لأنه قدامك وقت كتير قليل تنقذ حالك قبل فوات الأوان. إذا عم تتعرض لنوبة قلبية، أول شيء لازم تعمله تطلب المساعدة. أنت محتاج تروح لأقرب مستشفى في أسرع وقت ممكن، يعني لازم توقف كل شيء عم تعمله. على سبيل المثال إذا كنت عم بتسوق السيارة لازم تصف على جنب تطلب المساعدة من حدا أو بالإسعاف. وانت عم تنتظر وصول المساعدة لازم تاخذ 3 حبات من الأسبرين، يعني مجمل الجرعة تكون 300 ملغرام. معظم حالات النوبة القلبية سببها خثرة أو جلطة في أحد الأوعية الدموية المسؤولة عن إمداد القلب بالدم. هذا الانسداد بيحرم القلب من الدم الغني بالأكسجين، الأمر اللي بيؤدي لموت عضلة القلب تدريجيا. أخذ الأسبرين أثناء النوبة القلبية بيمنع زيادة حجم الخثرة وبيعطي الجسم فرصة ليفكك جلطة الدم. حافظ على هدوءك، تخلص من ملابس الضيقة، وضعية الجسم مهمة. يفضل الجلوس على الأرض، ظهرك متكئ على الحائط مع ثني ركبتين، وتسند راسك بالمخدة. وما تنسى النفس كتير مهم، تنفس بطريقة منظمة وسلسة. وسلامتك.